بالنسبه لهذا اللقاء بعجاله لقاء كان رائع صراحه، لعبنا مع فريق في المستوى اللي غادي يلعب بلاي اوف، قدمنا اللي عندنا واستفدنا من التجربه، لان هذه كانت بدايه ديال التهيئ للمقابله ديال السد. بالنسبه للمقابله ديال السد حنا تاهلنا تقريبا ثلاثه الدورات هذه اللي دازوا، كنا تاهلنا للسد فزنا في جميع المباريات. الان نحن في التحضير لهذه المباريات ديال السد، مازال ما عرفناش الجامعه اش من قرار خداته وشكون هما الفرق اللي مؤهله. كنوجدوا الفريق ديالنا، الهدف ديالنا هو الصعود، الهدف الاول هو الصعود، ونتمنى على انه يتحقق بهذه المجموعه اللي كاينه. كنشكر الناس ديال نادي حسنيه كرسيف على حسن الاستقبال وعلى المقابله الرائعه، نشكر الجمهور ايضا ديال كرسيف لانه حتى هو كان عنده دور في هذه المقابله. كل ما اتمناه التوفيق لحسنيه كرسيف في مباراه البلاي اوف والتوفيق لنا ايضا. شنو التخوف اللي عندك انت كمدرب في مباريات ديال السد؟ بالنسبه لنا احنا مباراه السد كتلعب اوفينيش، هذا في حد ذاته هاجس لان ما فيهش الي روتور، يعني كتلعب على مقاوله واحده اوفينيش، وحنا رحنا كنوجدوا الفريق ديالنا وراكم شفتوا الصوره اللي ظهر بها. نتمنى على انه يستمر ويزيد نزيدوا نحسنوا في الاداء ديالنا، لان استفدنا من هذه المباراه كثير، استفدنا خصوصا في الثغرات اللي عندنا في الدفاع، غادي نحاولوا نلعبوا عليها نوجدوا ان شاء الله. اون فو نيغوسي بالنسبه للبلاي اوف، بالنسبه لنا الصعود ان شاء الله، باش يمكننا حتى حنا نزيدوا في المنطقه الشرقيه. ان شاء الله يكون خامس فريق في الجهه الشرقيه في اسمه ان شاء الله. الله يبارك فيكم.